مش معاك المدام بتاعتك ولا حاجه؟ لا انا لوحدي. ليه لوحدك؟ ليه لوحدك؟ ده حتى ادم ربنا خلق له حواء. ليه ما بتمشيش بمراتك؟ ما بتمشيش بصاحبتك؟ ما بتمشيش بخطيبتك؟ انا نفسي افهم. ما ينفعش الرجاله تساب لوحدها في الشوارع كده تطلق علينا، والله العظيم ما ينفع. حضرتك عندك مشكله او حاجه؟ مش انا اللي عندي مشكله، مش انا يا اخويا، مش انا. استر يا رب، النبي تسترها يا رب. بعيد عنك، متجوزه واحد بيغير عليا بس الدرجه غبيه بقى. كسر لواحد الاسبوع اللي فات رجليه الاثنين، لولا الواد الحلال حشوه كان زمنه جايب اجله. كل ده ليه؟ ليه حضرتك؟ هو بيبيع لي كيس الشيبسي بيديني الباقي. لمس طرف صباعي ده اهو. ده؟ اه ما تشاورش بقى عشان لا يعني اكيد بيغيرها حضرتك يعني. مش لدرجة صباعي. من جمال حضرتك. مش للدرجة دي. مش من جمال، جمال ايه يا حسرة؟ استر يا رب. استر يا رب. الو؟ الو؟ هي كرة. انت خليتي فيها كرة؟ انت فين يا رباه؟ مكالمتك كلها حوادث يخرب بيتك. منك اللي انا مش قلت لك ما تقوليلي يا رباه. يا حبيبي صوتك مش واضح. انا مش قلت لك 100 مره يا بابا ما تستاهلش غير لما تقولي لي؟ يا حبيبي ما انا حضرت لك الست بيضات اللي بتدفعهم الصبح وسبتهم لك بره ونزلت. ست بيضات ايه وسبع بيضات ايه؟ وحصل الله العظيمه سبيها رات على البيت من الصبح يا بابا. انا مني بجيب جنبك واحد ولا واحده؟ واحده يا حبيبي، واحده يا نور عيني. واحده؟ طب سامعيني صوتها. ايه؟ سامعيني صوتها. حاضر اسمعك، اسمعك يا نور عيني. حاضر. يلا يلا. كتمت الصوت. والنبي بيتي هيتخرب. طب انا مالي حضرتك؟ والله العظيم تأجيمين في رقبتي ليوم الدين. يعني والنبي والنبي مش اكيد مش هعمل ده يعني. قول له الو بس والنبي رفع صوتك شويه، اي حاجه. والنبي والنبي ما عارفه هعمل ايه. انت مش سامع صوته عامل ازاي؟ هيقتلني. هكلمه ازاي ده حضرتك يعني؟ والنبي. انا مالي بالموضوع ده، انا جاي اركب. يا حبيبي اهي هترد عليك. تعال. الو الو الو. انا بقول ضغط معلش انا اسف. ماشي الو. انا عارف انك خلي بالك من الرعب والنبي عشان بخيل عليا. انا مؤاخذه. ازيك؟ معاك ايه؟ ازيك؟ يا صدقت بقى ما تكلمنيش تاني، ولو عملتها معايا تاني هتطلعني. بحبك يا رباب. بتحبيني وانت بتشك فيا؟ عشانك يا رباب عشتي بقت رباب. بحبك يا رباب. ده انا عشتي بقت في الشراب، انت خليت فيها رباب. في الشراب؟ مين اللي حل معفينا دي؟ سلام يا حبيبي. ريحة كلامك. ماشي يا كرع. سلام. الحمد لله يا رب. بعد اذنك ممكن بس حضرتك تشوف الطريق بعد اذنك؟ الطريق بس. يا لهوي. الطريق بعد اذن حضرتك يعني؟ انا مش عارف ايه اللي حضرتك عملتيه ده. يا لهوي ما بينيمنيش. والمصحف حضرتك انا مش مجبر اسمع الكلام ده، انا عايز اوصل يعني مش فاهم. انا اسف حقك عليا يا اخويا. والمصحف بخاف اسلم على الناس. مش ممكن. محمد ابن عمتي الاسبوع اللي فات كنت معزومة عند امي على الغدا. خرم. عدى هو قام ويسلم على امي. عرف بس ان انا سلمت عليه. كان يومي اسود، كان يومي اسود. هو حضرتك بس ممكن انا مش عايز اسمع الكلام ده، انا عاوز اوصل بس بعد اذنك. يعني انا يرضيك اموت متعبيه بمشاكلي؟ حضرتك ممكن تنزليني؟ طيب ممكن. طب انزل يعني ايه؟ انزل حضرتك؟ انا مش فاهم. طب حضرتك بتقفلي ايه؟ مش فاهم يعني. علشان ما ينفعش حضرتك. خايف على باب عربيتي. طب ماشي حضرتك، انا خايف على حياتي يعني. ممكن انزل؟ حياتك ايه؟ هو ايه اللي هيجيبه؟ ما هو ملقح في البيت، انت مش سامعه معايا. حضرتك انا ماليش دعوه يجي او ما يجيش، لو سمحتي افتحي الباب بس. ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ ثواني. ده ايه الخرا ده؟ الو الو يا حبيبي الشباك مفتوح معلش، كان في دوشه. دوشه ده يا رباب؟ انت بتشتغلي يا رباب؟ اشتغلك ليه يا حبيب قلبي؟ رباب واحد من رجالتي شاف واحد قاعد جنبك يا رباب. مين ده؟ الهي يتخرم عين رجالتك. مراتك اشرف من شرف، ولا عمري كدبت عليك في حرف. رباب صوريلي اللي قاعد جنبك او اللي قاعده جنبك يا رباب عشان اطمن قلبي عايز يرتاح. ما 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 مش هينفع اصورها، ما عنديش فولتر في التليفون. ما عنديش فولتر في التليفون؟ فولتر ايه يا رباب؟ اخدت الفولتر منين يا بنت؟ ده انترنت داخل عندكم نط من الشباك يا رباب. صورها. بقول لك ايه؟ انا شايفك قدامي كرع. قدامي بقى يا كرع. الو 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 الشبكه. مش سامعه مش سامعه. يا لهوي. نزليني بعد اذنك. ده ايه ده؟ نزليني بعد اذنك. انا عامله حسابي. انا عامله حسابي. انا مالي بحسابك؟ بعد اذنك نزليني. انا بعد اذنك نزليني. والنعمه خايفه عليك. والنعمه خايفه عليك. انا خايفه عليك. ولمحوا والنبي. نعم.
هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت مجنونه؟ والنبي اعمل ايه حضرتك؟ والنبي. اكلها ولا اعمل فيها ايه دي؟ والنبي هتطلع والنبي بس مش هلبس ده انت عبيطه بنتي هيتخرب والنبي ما يتخرب ولا يولع انا مال ام والنبي ده لمحه مش لمحه بنتي هيتخرب والله العظيم بنتي ما يتخرب ولا يولع انت مجنونه والنبي هيتخرب والنبي ربنا يستر انا مش ناقص مش حقك عليا انا اسفه انا اسفه والله ليك في ذمتي اللي تتمناه اللي مش عايز انا مش عايز اشوف وشك انا عامل ده وتنزليني حاضر توصيلك انا اسف حقك عليا ودول ارفعهم طبيعي ولا اعمل ايه بقى حضرتك انا اسف حقك عليا ودي هتداري ايه مش فاهم يعني احتياطي انا خايفه عليك انت هو على ام دي توصيله على المسا شفنا يا لهوي يا لهوي اوف يا رباب نعم يا رباب شفت بقى انها مره انا شفت انها واحده انا اسف يا رباب انا بغير عليك وربنا رباب غصب عني انا اسف يا حبيبتي والله العظيم اتفقت هيحل ايه ولا ايه سوري معلش يا رباب حقك عليا انا اسف لا لا انا اسفه والله حقك عليا لا 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 مؤاخذه معلش هرجع الامجاد يا رباب امجاد ايه بقى والله هرجع امجاد ايه يا كرع وانا كل يوم بقى هتقعد تنط لي كده في الشغل مش اسلوب الناس ما بتدينيش تقييم بغير يا رباب انا بحبك يا رباب انت بقت في الارض معلش يا رباب ومسوح عليا اصحابك معلش يا رباب انا لا 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 خلاص بقى ما تفرجيش عليها لا كرامتي ما تفرجيش عليها الحاجه اللي قاعده دي كرامتي بس بقول لك يا بنت رباب فاكره الشعر ده لما عملته لي في الكريسماس كان نفس الشعر الجميل ده هي ما ده انا بغير بس ما فهمتش لك على شعرها ايه ده لو سمحت ايه القرف ده انا ايه ده ايه الصوت ده رباب الواد ده بلع عرسه ولا ايه طب رباب بقول لك يا رباب اتفضل بقول لك يا رباب انت ده عايز اوصلها لا. طب بصي بصي استني واحده ايه القرف ده هو ايه الصوت ده رباب وعامل كده ليه مالناش دعوه بالناس هنعيب على الناس هنعيب عليهم رباب بقول لك يا رباب بصي فاكره الشعر ده رباب لما انت عملته هو في ايه مالها قفشه ليه كده ما انت ما ينفعش تحطي ايدك على شعرها برده يا كرع انا غلطان يا رباب خلاص نزليها طب وخلينا الاثنين نمشي والنبي نزلي ايدك بس يا اختي عشان رباب فاكره الشعر ده لما عملتي ايه ده ايه ده في ايه لو سمحتي ممكن تنزليني هنا ممكن تنزليني رباب بقول لك بصي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه اللي ايه ايه ده ايه انت مين يا ابني ايه اللي ايه ده طب ثانيه واحده ثانيه واحده اقعد إيه؟ هنا يا ابني قول لي ثانيه واحده مين ده مين ده بقى ثواني بس بعد اذنك ثواني ايه وبتاع ايه مين ده فاهم حضرتك انت فاهم ايه انت مين انت لسه برضه قاعد في بتاعه حضرتك مين ده رباب راكب جنبي متنكر ايه انت مجنونه ولا مين يا ابني متنكر على فكره بقى هي اللي قالت لها انت بتشتغلني يالا بشتغلك انا عارفك شرف يالا اوعى ايدك بس كده اوعى ايدك دي كده ايه ده ايه ده اوعى ايدك كده انت مجنون فاكره واحده فاكره واحده ده انت اوعى بس ايدك كده انتوا مجانين في بعض اوعى ايدك كده انت مجنون يا عم اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه اوعى بس ايدك كده اوعى بس ايدك كده اوعى بس اشرف ايه الخرا ده انت بتقصر واكتب يا عم انت اثبت انت موتتني بنصور يا عم بنصور معاك كاميرات ايه معلش والله العظيم موتني ايه ده يا عم بدلت القميص يا عم بالراحه شعري بس بس انا حبيت باروكه بقيت باروكه تانيه طيب تعالي بقى شوف ايه في البيت كده ايه رايك في كرع بس يا عم ده كرع ده كرع قوي يعني سوري احنا اسفين 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 دي تغير عليها ازاي طيب تحب نزيع على طول شوفي بقى كده انت متضايق بس الاول شويه لا احنا اسفين ابص هنا طول كل سنه طيبين كل سنه وانتم طيبين ونزيع ونزيع جدا وانك مش زعلان واني مش زعلان بس كده